انت متى ياخذي دوامك مع اللابتوب يا استاذه؟ بكره ان شاء الله. الله يصلحك، نام واخوانك وانت شايفه. ماما احسن شيء بالحياه اني احب هذاك خشب السبروس، دائما دائما ادعي كل ما زين السيرفر دائما يطلع لي هذاك اللي هناك فوق الجبل. حبه مره يا اخي، لانه الخشب حلو وكله حلو، دائما دائما لازم. حتى بعض الحين اذا كنت ادور المكان وما لقيته اقعد احط كريتيف واحط منه ستاكات وكمل. طيب ورا ما تعزميننا على رحلة شواء عنده؟ ندري طبعا. شوفي ماما، ما في مو تشادر كذا، مرة خايس المكان، بس عشان ركبت هذا مود الخريطة ناظري اقدر احط مواقع. ناظري هناك كان في قرية حطيت لها حرف الاف، يعني انه فيليجر، حطيت له هناك. حفظت المكان عشان ارجع له بعدين اذا احتاجته، لانه ترى مهم القرويين مره، تقدرين تاخذينهم وتتقايضين معهم، يعني مره مهم صراحه. اول ما بديت طلع لك صراحه مره شيء حلو. طبعا الحين انا برقى فوق هذا الجبل عشان في اورات اللي هو ايرون فحم، بجمع. شوف هذا الاشياء اللي جمعتهم، وهذا مود الخريطة صاير زي المود، مو بداتا باك. داتا باك تقدرين تركبين، داتا باك تقدرين تركبين يعني مودات مع بعض. شو اسمه إلا هو يعني مشلون هو صار زي المود الشادر. عندك راح تصير قرد بتنط من هنا لين هناك، يلا عشان تاخذ الايرون. 1 2 3 ما شاء الله عليه. طبعا الانسانة الجميلة اللي اسمها نوت تلعب ماينكرافت من يمكن عمرها 5 سنين، وطبعا بيسفول انك ما تجوعين باللعبة وما في وحوش. وانا العبها من زمن جدي، يعني من كان عمري 5 سنوات، الحين عمري 13، دخلت 13، وانا للحين ما احب. عاد عندي سيرفر، تخيلي عندي دروع نذرايت زينت، هذول نذرايت اقوى اشياء، اقوى دروع باللعبة، واصعب دروع انك تلاقينها، مره صعب. اذا لقيتها انت حظك عود بالعصاره اليوم، ما شاء الله. تمام، ومعقد تجميعه مره، يعني تحطين وتحرقين تجيبين اشياء زياده وتدمجين مع شيء عشان يطلع لك حبه النذرات. المهم طيب، اذكر انا كنت من الطفش ماني خلق العاب اروح اجمع. شو سيء حسب اللي توهم انه اذا لقيت مكان المشروم، مش اسمه، اذا كان مكان المشروم البقر المشروم انا عندي شيء بالحياه. بس المهم خلنا نكمل. تدرين اني مالي خلق اروح اجمع؟ حطيت نذرايت، دروع النذرايت، طورتهن مليون تطويره. اليوم كنت العب قبل شوي كان مع الالترا انك تقدرين تطيرين بعد. تمام، طبعا هذا حطيته مالي خلق بعد اروح لعند. يما لا لا لا، تدرين اني اقدر ابرد هنا هذا الثلج؟ بس هي خلاص ترى ما في ثلج هنا يا عمى، هاي تقرب يا مطفاة. شوي تطحين. لا لا الحمد لله، بيجيك سارور. طيب انا ايش كنت اقول؟ فيمكن كانت مع الالترا، يعني طحت من مكان عالي، طبعا ما عارف اتحكم فيها، طحت من مكان عالي ومت، وكنت يعني بالاند وتحتي الفويد، يعني اذا مت، إذا طاحت أغراضك ما ترجع، حتى إذا أنت متي. شلون أشرح؟ بس شكس تطلعين خبيرة بالماينكرافت. لا والله ماما حرم عليك، ترى يوم مت طاحن أغراضي وقلت بطقاق، ما راح أرجعها، ما راح أعيد اللعبة، لأنه كل شيء بالغش. جيم مود كرياتيف. استغفر الله. جيم مود كرياتيف. استغفر الله. استغفر الله. عيد اللعبة ولعبي بدون غش. عاد تدري هذا الجيم وش مسميته؟ سيرفايف النوتس، الصدقي الصدوقي المصدق، طبعا بالانجليزي كاتبه. هذا المصدوقي والله ما حطيت. ها ناظري، شوفي ادفنتشر، يعني هذول الاشياء اللي زينتني، يعني انه لقيت الحجر، اني زينت لي حجر. ماما تسمحين لي اني اطير راح ادور لي مكان اسكن فيه؟ خاف تضيعين. خلاص عاد يلا جيم. اي صح، يعني مرة واحدة يعني ليش لا؟ كيمود خاف عليك. كرياتيف سي
أول شيء لازم نكون من هذه المنطقة الجميلة الحلوة اللي كلنا يحبونها. هذا الطبيعة ما عندهم معجات ولا عندهم عاصفة. هذا تدرين إنه زي الإنسان البدائي، يعني أروح أنا أجمع حجر، أروح زي الأدوات، زي السيوف. عشان كذا الطبيعة عندهم حلوة ما تعبث فيها. طيب هناك في زيادة، لأنه هنا ما في حوالي، ما في إلا ذا الخشب خلاص. طيب يعني وش هذا الأحمر؟ هذا فطر، فطر عملاق، عملق. بقول بغيت أقول أعملق. نفس الفطر اللي رسمتيه ذيك اليوم باليوتيوب. إكبر يا أخي، أكره ذي المناطق الحجرية اللي هنا يا أخي، بدور لي مكان زي الناس. حتى هذا الخشب الأبيض أكرهه كذا مع بعض. لقيت هذا المكان، بس يا أخي مكان حجري أكرهه. وفي الحمد لله هنا، بغيت أبعد عن هذا حساب إني بعد. الحمد لله إني في هذا. أنا أحب مواصفة المكان إنه في هذا الخشب العادي، في هذا، في البحر، ويكون طامن تحت، إنه أقدر زي مثلا جسر يطلع حلو. رجعنا ذي المنطقة. طيب كيف طرتي؟ في بنات يسألون يقولون كيف تطير؟ اللي بالجوال تضغطون على إعدادات، وبعدين يطلع. أول ما متشلون أشرح بس مر واضح. أما هنا مثلا بالجافا لا، أوامر. وش في قرية جنبي هنا؟ منين تعلمتي أنت؟ من اليوتيوب؟ أيوة طبعا، أنا ما أعرف شيء. يعني مين أكثر إنسان يشرح باليوتيوب زي مصطفى؟ لا يا قدمي ماما، مصطفى العراقي ذا تشغلونه من يوم وعمره 5 سنين وانتي بلجتنا عنده تشغلينه باليوتيوب. انا اصلا حملت ماينكرافت عشان هو حمله. اسمعي ماما، اعطتني فكره. ويش؟ افكر تشفين انا كل عمري لما ابي ابني بيت او ادور لي منطقه، دائما اروح من مكان الاماكن اللي هنا تكون تحت على مستوى هذا البلوك كذا كامل منطقه، دائما على البحر اكون جنبه. ليش ما اغير وأصير زي كذا، عشان أصير فوق يعني مرة، عشان أبني جسر. تعرفين الجسر اللي تنزل بعدين ترجع؟ نفق. لا، الجسور اللي دائما تطلع بالأفلام، تصير نازلة شوية ثم ترجع. طيب سوي. أحس تطلع حلو. بعدين هناك الخشب اللي أنا أحبه، بس لازم أفلت هذا المنطقة يعني إني أشيل. أو من هنا أحسن، ما أدري. هنا أحس أحسن بيكون مكان. والله أنا مش مهندسة يعني عشان أعطيك رأيي، بس زين المكان، زين ديكوريشن، زين كله ماله زين. خوشي خوشي. شو سوي الحين وقاعد؟ نايم. أنا ستيف ينام. شوفي ستيف يناظر الماوس علشان يجمع دم ينام. ها؟ يجمع دم وما أدري تنفس. لا ما في تنفس، هذا القلوب حقاته. ايه لا نام يجمعهن. لا اذا اكل اهيل يعني. والنوم شو يصير لك؟ انام عشان يجي الصبح، واذا جاء الليل يرسبون الوحوش. وانا مو حاطه يعني بيسفول. انا حاطه بيسفول، فما راح يرسبون. طيب انا برسبنك الحين وبافصل السلك حق اللابتوب واقلع البطاريه. ماما دقيقه بس شوي، بقول لك شيء. اسمعي تخيلي، شوفين نزل تحديث جديد، نزلوا فيه الكلاب، غيروا الكلاب. شوفين قبل الكلاب الحين، قبل كانوا الكلاب شكل واحد فقط، تمام، والبسس كانوا نفس الشيء شكل واحد بس. طيب اضافوا التحديثات، غيروا البسس، زينوا شكلهم مرة حلوة. اخاف راس منهم، بس المهم شكلهم صارت مرة حلوة، متنوعة مرة كثيرة. الكلاب قاعدين يصحون بالزاوية، ما له مشكلة إلا شكل واحد. تخيلي أضافوا تحديث أمس، صار أمس كذا وحنا نلعب ميسو ضري، قالوا أوه نزل التحديث. تخيلي يوم نزل التحديث أنا ما نزل عندي. تخيلي وش نزل؟ صار الكلاب كل منطقة تختلف الشكل. يعني ما عشان أنا من الحماس أجلس أتكلم. شوفي الكلب اللي هنا يتغير عن الكلب اللي موجود بالمنطقة هذيك حق الخشب ذاك. يعني أشكاله مرة حلوة، مرة في الأسود والأبيض. حديث ممتع. إلا هنا حنا مظلومين اللي موجودين هنا، ما جاء عندنا حتى في شيء أضافه جديد، حيوان. يعني التحديث هذا بس ماينكرافت الأبيضات والجوالات؟ لا، هو في أماي قلت لك نسختين، بيدروك وجافا. الحين اللي بالايباد والجوال اللي هي البيدروك، فعندهم نزلت قبل الجافا.
ولا تدرين انه اذا قتلتي هذا الحيوان يطلع لك شيء زي الجلد حقه زينين درع للكلب حقك، لانه يساعدك. تدرين انه اذا ضربتي مثلا احد الموب الوحوش، طيب هو بيهجم عليك الوحش صح، انت تضربينه ويجي الكلب حقك اللي مزين اللي روضتيه يقعد يضربه معك، فمساعد يصير. حلو. طيب انت عندك الايباد في ماينكرافت؟ اي بس خايسه مره. ادمنتي اللابتوب؟ لانه في المود الشادر ومره حلو يعني شكله. طبعا ما ركبته، قلت لكم عشان ذا، ولا بعدين عاده بحمل ريسوس باكر مو زي الاوبتيفاين بس واحد حاطينه مو كثار، اما الريسوس باك تحطينه كثار يعني مودات كثار. اها يلا يلا شوفي الخشب الوردي. لا ماما ما زين في شيء. خلصي سكري ماما. طب خلاص ارجع البيت. شوفي شوفي هناك البيت. يلا وريني شلون توقفين. انا ما ادري شلون توقفين. طب اعلمك شلون تحطين جيم مود عشان نرجع. لا 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 انا ما ابغى الا بس كيف توقفين، انا صعب عندي ما اعرف ولا طب برجع البيت. علميهم صح، نسيت احط موقع انه هنا البيت. لازم ترجعي البيت بعد تسكرينه. ايه كذا مزاج. اي صح ابني البيت، مهم اني ابني البيت جدا مهم صح. طب دقيقه خلنا احط موقع. وش اخلي اللون وش يبغى؟